السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم وياكم سيد حسين في برنامج جيل الآيباد. اليوم حلقتنا تتكلم عن الأجهزة الإلكترونية والكتاب الورقي. خلنا نشوف أحبابنا الأطفال بياخذون الجهاز الإلكتروني والله الكتاب. تعالوا ويانا. السلام عليكم. عليكم السلام. وش اسمك؟ أحمد. أحمد ويش؟ لبا. أحمد لدا. أنت في الروضة أو في المدرسة؟ اللوضة. سيد حسين هاشم. سيد حسين السيد هاشم. أنت في الروضة؟ أي روضة؟ روضة النور. روضة النور. علي. علي ويش؟ رضا. أنت في المدرسة ولا الروضة؟ في المدرسة. في المدرسة؟ إيه ليش تقول روضة؟ زين. بعطيك أنا خيارين. تبى الكتاب لو تبى الايباد. الكتاب. الكتاب تختار اي هو؟ هذا تختار اي هو؟ الكتاب لو الايباد؟ الكتاب. الكتاب تختار اي هو؟ الكتاب لو الايباد؟ الايباد. ليش اخترت الايباد؟ طالع فيه رسوم. سؤال، عندنا احنا اثنين، عندنا شيئين، الكتاب وعندنا الايباد، تختار ايهم؟ الايباد لو الكتاب؟ كتاب. الكتاب. ليش اخترت الكتاب؟ لانه يعلمني واستفيد منه. تستفيد منه. انت تحب تقرا كتب او تحب يقرون اليك الكتب؟ يسمعونك او انت اللي تسمعهم؟ احب اقرا قران مو كتاب. تحب تقرا قرآن. ما شاء الله أحسن. أفضل إجابة لحد الآن تقرا قرآن. عندك سورة بسيطة تقراها لنا؟ إيه. اقراها. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. صدق الله العلي العظيم. صوتك حليو. الحين أنت عندك تليفون صح لو مو صح؟ عندك جهاز في البيت. تستفيد منه حق العلوم؟ إيه. تستفيد منه حق العلوم. تقدر تعيش بدون تليفون؟ نقول لك جيب تليفونك. ها. خلاص. بعد مع السلامة. البرنامج جاب لنا تليفون وتقدر تعيش بدون، ناخذه إلى الأبد وما رجع لك، تقدر؟ لا. ليش؟ لأني أستفيد منه. لكن ما اقدر اعيش بدونه. ليش ما تقدر تعيش؟ عيش بدونه. لان في اشياء علميه. في اشياء علميه وعجبني يا علي وعوفق. لا. تخترت الكتاب، استخدم الكتاب، خلي التليفون. تموت بالكتاب لا؟ ما اعطيك الكتاب، هذا الكتاب لنفس اللي اخترته. عادي لهم مو عادي؟ عادي. عادي؟ يعني تقدر تعيش بدون تليفون. انت ليش ما تقدر؟ الحين عندك انت تليفون، اشوف التليفون عندك. وش تسوي في التليفون؟ وش تستخدم في التليفون؟ تروح اليوتيوب ولا العاب؟ العاب. العاب. زين اليوتيوب، وش طلع في اليوتيوب؟ سيد. سيد شبكة العاب؟ العاب؟ تستخدم التليفون واجد لو شوي؟ واجد. واجد. وش تطلع في التليفون؟ اليوتيوب، الانستغرام، اليوتيوب؟ لا. الالعاب؟ وش اللعبة اللي تلعبها؟ ببجي. ببجي؟ طالع اليوتيوب؟ وش طالع في اليوتيوب؟ حكايا سلمان. حكايا سلمان. تحب حكايا سلمان واجد لو شوي؟ واجد. واجد. شاطر. عندك ايباد في البيت؟ زين تاخذ تليفون الماما او تليفون البابا؟ ما تاخذ؟ اجل شلون تطلع رسوم؟ تليفوني. تليفونك، عندك تليفون. زين وش الرسوم اللي طالعه؟ طالع يوتيوب؟ زين عندك بعد العاب؟ وش لعبة تحب تلعب اللعبة؟ أي لعبة؟ لعبة القطارات. لعبة القطارات. كم توصل تفوز واجد؟ لا. ما تفوز؟ تحب تطالع رسوم؟ والعاب. تحب تلعب؟ زين شاطر. انت قلت تلعب لعبة القطارات، تحب لعبة القطارات واجد لو شوي؟ واجد. زين طالع يوتيوب؟ ايه. ما قلت لي انه وش تطلع في اليوتيوب؟ رسوم. رسوم، وش الرسوم اللي طالعة؟ سلمان. حلو واجد. حكايا سلمان لو شوي؟ واجد. واجد. شكرا احمد. سوي الكاميرا مع السلامة. سوي الكاميرا. سلامة. مرحبا، أنا ريحان، أحكي حكاية في كل مكان، أحب أن أستكشف كل جديد وأتعلم كل مفيد، فذلك يجعلني طفل سعيد. أستثمر وقتي في الرياضة، وأحب أن ألعب مع الأصدقاء، أصلي وأعبد ربي، وأستيقظ باكرا لمدرستي، لأنني ذكي ومميز، لن أشاهد ما لا يقبله ديني وعقلي. لكي تكونوا مثلي لابد أن تتعلموا معي قوانين أحمي نفسي. أستأذن والداي عند استخدام الأجهزة الإلكترونية، فأنا أستشير أمي عند حصولي على طلب صداقة من غريب، وأخبرها كلما واجهت شيئا لا أفهمه على الإنترنت، لأنني أعلم إنها تحبني وتحرص على مصلحتي. وعند التواصل مع الغرباء أرفض طلب الغريب بمشاركة معلوماتي كإرسال الصور الشخصية، وإذا استمر الغريب بطلباته أسرع بإخبار أبي. أرفض أن أرى أو أسمع شيئا غير لائق. أبلغ والدي عندما يحدث أمرا غريبا، لأنهما أقرب الناس إلي. أستثمر عقلي وقلبي فيما هو مفيد، فالله دائما يراني. عينك وأذنك وجسدك أمانة، والله يرعانا، فنحن الأطفال قادة المستقبل، ونحقق كل الأحلام، ودمتم بحماية وسلام. إلى اللقاء. وصلنا وياكم أحبابي إلى نهاية الحلقة، ولا تنسون اللايك والاشتراك في القناة والشير وتفعيل جرس التنبيهات ليصلكم جديدنا. بس اسمك علي؟ علي حسين. علي حسين. علي يا باي. لا عيد. انت في الروضة؟ هذه الصورة تعرف ايش هذه؟ أنا ما أعرفها. حسين علي. من أي صائب؟ وش الكتب مال المدرسة؟ وش عندكم في الروضة؟ ببجي؟ كات هذه كات! المفروض تحطهم من فوق قطايع وشراكة. تعال نروح اللي قطعت يديه. ما زين، احنا كنا نبى الناس يختارون الايباد، انت اخترت الكتاب وهاكنا في حاله. وما قصيت للحين. تمام.